وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الرأي للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك دكتور، أهلا بك في نشرة الثامنة. انطلق مؤتمر المعارضة السنوي، مؤتمر المعارضة الإيرانية. رسالة هذا العام تحمل الكثير من المضامين، برأيك كيف تقرأ رسالة هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد بتواجدي عندكم وسعيد أني أشوف البحرين ما شاء الله موردة تبارك الله، يعني النهضة اللي نشوفها كل ساعة، فما شاء الله تم عليكم. بالنسبة للمعارضة، لو شفت الخطاب تحلل المفردات اللي فيه، هو خطاب يدعو للتغيير. لو شفت خطاباتهم اللي قبل كلها تدعو، لأن في انتهاكات حقوق إنسان، نعم، في مظلومية. الآن انتقلوا من العمل الدفاعي إلى العمل الهجومي اللي هو التغيير، نعم. فلو شفت مريم رجوي تتحدث على أنا التغيير وأنا أعتقد أنها مفردات قوية ومتفائلة، نعم. لأن النظام المعارضة القوية صاحبة التأثير والتغيير هي من ضمن النظام، نعم. فمصالحهم واحدة، حتى المعارضين أو الإصلاحيين لا يختلفون على أهمية استمرار النظام، هما يختلفون على من يتولى زمام الأمور. يحدث التغيير إذا كانت هناك قوة كبيرة، إذا كان هناك إجماع دولي، إذا كان هناك تحركات بالأسلحة لقوات المعارضة. بلا شك أن إيران في وضع يعني متدهور، سواء في حقوق الإنسان أو الأوضاع الاقتصادية، نعم. ودلل على ذلك الشعب يتظاهر ضدهم والمعارضة الخارجية ضدهم، نعم. والعالم ضدهم. نستطيع القول أن هذه المعارضة وهذا المؤتمر استمد قوته من الانتفاضة الحاصلة في إيران، أيضا كذلك من يعني الأصداء في المجتمع الدولي وخصوصا المنظمات الحقوقية، وبالتالي أيضا العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران. هل هذا يعني هل هي عوامل، نعم. تعزز من موقف المعارضة أمام المجتمع الدولي؟ طبعا، لكن لا تنسى أن المعارضة في ثلاث أنواع من المعارضة، أو يمكن حتى أربعة، نعم. أنت عندك البلوش لهم معارضة، عندك الملكيين جماعة أبناء الشاه ولي عهد إيران، نعم. رضا شاه، وعندك الأحوازيين، نعم. وعندك أيضا مجاهدي خلق. هذه المجموعة تحتاج إلى تنسيق، نعم. مع بعض. أهدافها السياسية تختلف، هم متفقين على التغيير لكن مش متفقين على أهداف. الأحوازيين يريد الاستغلال، البلوش يريدون الاستغلال، تأكيد. رجوي أو مجاهدي خلق يريدون السلطة. بالتالي أنت تحتاج إلى جهد أن يكون فيه دعم للمعارضة، توحيد الأجندة، توحيد الأهداف. لكن هذه بلا شك، نعم. أن تعدد الاستياء من جهات عديدة يعطيك أن النظام لا يستطيع أن يجاري مجريات الأمور في ضغط دولي عليه. إذا كانت هناك عقوبات بعد أكثر عليه راح تأثر عليه، نعم. اللي ممكن يحدث خلل في هذا الموضوع، الأوروبيين على استحياء، نعم. لهم مصالح، الصينيين لهم مصالح، الروس يريد أن يحافظ على مصالحه. هذه كلها عوامل تؤخر هذا المد، نعم. المعارض. لكن بلا شك النظام في ورطة وعاجز، لا شك هناك هدف مشترك وهو الإطاحة بهذا، نعم. النظام، صحيح. وهناك أيضا لربما هناك هدف واحد أيضا، هو تحويل هذا النظام أو تبديله بنظام آخر ديمقراطي، سواء حصل انفصال أو لم يحصل. باعتقادك دكتور، هل نستطيع القول بأن مؤشرات سقوط نظام الولي الفقيه قد بدأت بالظهور بالفعل؟ شوف، الإيرانيين كلهم ما يريدون هذا النظام، نظام الولي الفقيه. الإيرانيين كلهم لا تاجرهم ولا قنيهم وغير مقتنعين فيه هذا النظام، ولكن هذا النظام يحكم بالحديد والنار. لكن في مؤشرات ضعف لهذا النظام، في مؤشرات عدم مصداقية. أموال الإيرانيين اللي المفروض تروح لوظائف تروح إلى منظمات إرهابية مثل حزب الله وشلته. فبالتالي أنا أعتقد هذه مؤشرات قوية تحتاج إلى الرعاية، تحتاج إلى فتح مكاتب تمثيلية لهم لهذه الجماعات المعارضة. هما في إيران كل واحد عارض عندنا ولا سوى مشكلة افتحوا له مكتب، نعم. وادعموه. بالتالي أعتقد يجب أن يتم دعم المعارضة وأن يكون دعمنا مكشوف وواضح، نعم. لأن هو دعمه لكل الأحزاب الطائفية كان دعم واضح ومعروف، نعم. لذلك أعتقد أن النظام يضعف الآن. كذلك أيضا في مؤتمر اليوم، مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس، أعلن المجلس، مجلس المقاومة، عن استراتيجية للإطاحة بهذا النظام. هل اطلعت على هذه الاستراتيجية؟ أنا أعتقد راح أطلع عليها، لأن أساسا أنا معزوم بس ما رحت. لكن لما قلت أنت استراتيجية، الاستراتيجية يعني إحنا نتكلم من 5
إلى 10 سنوات. نعم. استراتيجي يعني long term planning. لكن هذا كله يؤثر وعلينا إحنا كدول خليجية وكدول عربية متضررين من الإرهاب الإيراني أن نستقل هذه الظروف بتاعت. وأن نتحرك بالضغط على إيران وأن نجعل الأوضاع على نظام الولي الفقيه في وضع أسوأ. باختصار دكتور، إلى أي مدى يستطيع الصمود النظام الإيراني أمام الانتفاضة الشعبية وأمام المعارضة القوية بالخارج؟ نعم، النظام الإيراني لديه القدرة على المراوغة. نعم. ولكن الاستياء الشعبي أكبر من قدرته على المراوغة. ما ينقص الاستياء الشعبي هو أداة التغيير وحتى إن كانت بالسلاح. نعم. إذن دكتور فهد الشليمي رئيس مركز الراية للدراسات الاستراتيجية كنت معنا في نشرة 8، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك.